زي ما تعرفوا أنه شهر رمضان شهر الخير والبركات، ودائما نكثر فيها الأكل والجمعات ونشتهي أشياء كثير وأكلات مختلفة وأكلات مرتبطة برمضان. ولكن من أكثر المشاكل اللي نقابلها بعد ما نخلص من تناول وجبات الطعام هي بقايا الطعام. صح. وكيف إعادة استخدامها. طبعا بدل من إلقائها في القمامة، يعني ممكن هناك في أفكار تكون كثير للاستفادة منها. وعشان نحافظ على هذه البقايا للاستفادة أكيد في وصفات أخرى. نرحب بضيفتنا أو بزميلتنا دكتورة ريما. هلا وسهلا بك دكتورة ريما اللي راح تكلمنا عن هذا الموضوع بتفاصيله. هلا وسهلا بك دكتورة ريما، يديك العافية. يا هلا يا ريما، شو الجمال هذا، شو الخبر هذا، ايش يعني صراحة أنت دكتورة ريما ما شاء الله عليك، كل يوم بلوك يعني ما دائما كل يوم بلوك ما شاء الله عليك. الله يسلمك، نورتينا. موضوعنا اليوم يا ريم تصاميم، بصراحة مهم جدا، مهم. وده جواب لسؤال مرة أنت سألتيني، هو قلتي لي ليش دائما إحنا على موائد شهر رمضان لازم تعدد الأصناف. صحيح. ولازم تحصلي السفرة من الشمال إلى الغرب. وهذا الشيء اللي إحنا قلت لك اكتسبناه بعادات، والعادات هذه خاطئة. صح. للأسف. مزبوط. طبعا المهم الأشخاص اللي بيكتسبوها بعادات هذه، هل فين بيودوا باقي الطعام؟ يعني أنت لو تحصلي المعدة صغيرة مرة ما حتكفي كمية الأصناف اللي إحنا جالسين، أو التنويع اللي إحنا جالسين نسويه يوميا على سفرتنا. بيجي عاد الابتكار وتفكيرنا علشان ما يكون في عندنا كميات هدر في الطعام ولا إسراف زايد على اللزوم، بأنك تعملي عملية تدوير لهذه الأطعمة. تدوير للطعام، تدوير للطعام نفسه. يعني مثلا خليني أعطيك مثال. أمس كنت مسوية مثلا كبسة دجاج، أوكي، وبقى عندك من كبسة الدجاج ما تبغي تحطيها اليوم. عمرك سمعتي بكفتة الرز؟ لا. ممكن تطحني الرز والدجاج معاها وتستخدميها، وممكن تحشيها مثلا بالدجاج وتسويها وتحمريها وتسويها بالفرن على انها صارت كفتة رز. أمثلة، سويتي مثلا عندك ستيكات، أو سويتي مثلا لحوم، أو مثلا عندك باستا مكرونة، تجيب تاخذي المكرونة تحطيها مثلا على السلطة ثاني يوم تضيفيها. مثلا عندك بعض من الشوربات اللي بقت عندك، الشوربة هذه ممكن تسويها على طريقة جريفي وتحطي معها بعض الصوصات واستخدميها للحم أو الدجاج. بقى عندك بالتلاجة مثلا جبتي طماطم كثير، أو جبتي مثلا بعض المنتجات من الفواكه كثير، الطماطم إيش ممكن تسوي فيها؟ ممكن صلصة. إنك تعصريها وتسويها صلصة وتحطيها بالفريزر. مثلا عندك بواقي الفواكه ممكن تقطعيها تسويها فروت سلات، أو تستخدميها مع السموذي، او تعملي فيها ايس كريم اللي احنا نسميه نايس كريم مش ايس كريم. انك نفس الفاكهه تجمديها وبعدين تطحنيها، اوكي، وتحطي عليها بعض المنكهات ان كان من فانيلا، نوع من انواع مثلا المحليات اللي انت تحبيها، على انها تعطيكي مثلا كره من الايس كريم طعمه. وفي عندنا وصفات كثيره ممكن ان احنا نسويها. انت دائما فكري مثلا كل يوم على سفرتنا احنا لازم الفول، صح ولا طبعا. لا؟ اذا بقى فول وتحبي كل يوم تسوي مثلا فريش او تسخني له، اذا بقى عندك كثير من الفول ممكن تستخدميه حشوه للسمبوسك. كيف يعني اسوي فول حشوه للسمبوسك؟ حشوه السمبوسك، نفس الفول حقك تحطي فيه السمبوسك وتقلبيها وتحمريها وتحمريها بالدقة المدينة، تعرف الدقة؟ أيوة طبعا. نفسها تغطيها كلها بالدقة كده وتحمريها بالفرن وتصير أحسن. والله فكرة حلوة، كأنها خبزة وفول مع الدقة. حلو، حلو. يعني طريقة مرة حلوة. فأنتي عليك إن إحنا نبتكر طرق كثير، على إنه أنتي نفس الشيء تشوفي مش كل يوم أنا إيش حسوي أطباق جديدة، لا، تقومي تشوفي ايش عندك بواقي منها في الثلاجه موجوده. وانا دائما بحب اركز على موضوع الثلاجه. ليه؟ احنا بننسى ايش موجود في الثلاجه، لانه دائما اما الوعاء بيكون مغطي داخل الثلاجه، فما انت قادره تركزي ايش اللي موجود عندك في الثلاجه. فدائما انصح اذا انت فعلا تبغي انك تستخدمي وتدوري هذا الطعام، ينحط في وعاء شفاف. والوعاء الشفاف ده يكون عند مقدمة الثلاجة. صح. ويكون عندك بلانينج، يعني تكوني أنت كاتبة هذه الطبخات وهذه الطبخات اللي أنا حعيد تدويرها، وهذا من الأشياء. وطبعا من اليوم إحنا أمس ما شاء الله شيف عمار كيف الحال؟ سويت لنا أمس ستيك، صح؟ جالس أختار الأطباق الجميلة اللي راح نقدم فيها وصفة اليوم. ممتاز. وللأسف ما كنت سامعك. الستيك اللي أنت سويته أمس احنا yes. حنسوي اليوم بطريقه سلطه، وهذه جزء من الجزاء انا دائما عندي لازم اخذ اضبطه. يا سلام عليك، جيت لازم الوقت المناسب. اللي سويناه امس ان احنا نعده بطريقه مبتكره. صحيح. نطبق الكلام اللي احنا سويناه، ومن الكلام اللي احنا قلناه اليوم ان احنا لازم نعيد تدوير الاطعمه. صحيح. فاحنا اليوم شيف عمار حضر امس طبق الستيك، حناخذ الستيك اللي بقى من امس وحنقطعه، اوكي، وحيسوي لنا طريقه مبتكره ان احنا حنسويه از ستيك سالاد. فانت سويتيه كده بطريقه صحيه. صحيح. ونفس الشيء اضفنا له بعض النكهات المختلفه اللي حيكون طعمه تختلف عن نكهه امس.
صحيح. طيب يعتبر كاننا عدنا تدوير اللحمه ولكن بطريقه جدا جميله. صحيح. عاد تدوير عاده تكون ممكن بتاخذي الهويه وبتغيريها شوي، ولكن بتاخذي نفس النكهات الجميله ونستمتع بها كمان. طبعاً وممكن نضيف طبعا للسلطات، ممكن عشان تكون سلطه اللي هي غنيه ممكن ان احنا نضيف، ممكن تكون مثلا نضيف لها بعض من البروتينات الاخرى اللي هي ممكن تكون جايه من البقوليات، ممكن تضيفي لها حمص مثلا. صحيح. ممكن مثلا تضيفي لها بعض من الاجبان، انواع الاجبان عشان تصير غنيه اكثر بالكالسيوم. فممكن ان احنا نكون عندنا حتى في الصوصات اللي احنا نقدر نستخدمها، نقدر ان احنا نكون كرييتيف في طريقه الصوصات علشان ما تحسي انه اهل البيت قالوا لا انه نفس طعمه حق امس. أيوه. فيصير في عندنا تدوير فيها. في صح. مثلا ناس كثير شيف عمار بتحصلي مثلا عندنا الباذنجان، الباذنجان نفس الشيء عندي كميه كبيره او انك قليتيه ممكن ثاني يوم تستخدميه بطريقه متبل، او صح. مثلا تطبخيه مع بعض انواع الخضروات كطريقه زي الصيني المشوح، عارفه كيف بالوقت. صح. دكتوره بدون ما اقاطعك، حتى دكتوره بالنسبه للخبز عاده ممكن يعاد تدويره باكثر من طريقه. صحيح. سواء ما كان ممكن ننشفه يصير زي الطريقه نغمس بها بالحمص او شغلات مختلفه. صحيح. وافتكر عندنا كان في امريكا لما كنا نشتغل على مكونات كثيره يكون في منها فائض، نقوم ايش نسوي؟ بالنسبه للامريكان طبعا اسهل طريقه الا وهي البيتزا. البيتزا صحيح. شوفي بيتزا وعليها حشوات مختلفه. أيوه. الين الباستا صارت بنحط على البيتزا، فكان شيء ممكن يكون غير اعتيادي ولكن جميل وطعمه ايجابي، يعني طعمه صحيح. جديد. وممكن نفس الشيء الخبز لما نيجي نحمصه نضيف له مثلا بعد الزعتر وزيت الزيتون او اوراق الاوريجانو وتحطيه بالفرن وتطلعيه، ويصير مش بس انه دب، ممكن كمان تحطيه جوا الشوربه لما تسوي طبق الشوربه وتبغى تحطي له شيء من الشويات، تاخذي هذه الخبز المحمص وتحطيه نفس الشيء جوا، او انه صح. طريقه دب. صحيح دكتوره. خليني اساعدك في تقطيع الستيك. طيب ممكن الستيك تحت امرك الان. ممكن. راح اخذ لك اياه لو حابه نجرب. ايوه اذا ممكن احطه. ايوه يس حنحطه هنا. تحب ادي لك الكاتنج بورد لوحة التقطيع؟ يس شكرا. أكيد. انا ححطه هنا بس علشان ما اخرب لك الديكور. لا لا بالعكس، لو اشتغلت هنا ترى يكون ممكن اريح. صحيح. لك فيري جود. اوكي فانا عندي الصنوبر، الصنوبر معروف عنه انه هو مكون حساس، بنحمره شويه على اساس يرفع لنا من نكهات السلطه، فراح ابدا بتقطيعه. او عفوا تقدر انت تستمتع بالتقطيع وانا استمتع بالتقليب الين ما تكون انت قلب وانا حقول لكم انه المفروض مثلا اللحم علشان مثلا ما شاء الله تبارك الله، شوف هذه مثلا من الستيك اللي طبخها شيف عمار امس. أيه. ولكن حلاوتها انها مطبوخه ميديوم ويل، علشان كذا احنا لما نيجي نكمل سواها اليوم اوكي ما حتحصل انها فقدت النكهه حقتها. فحتصير يعني طبعا اللمسات هذه اختي مها واختي ريم يعني لازم تدون عليها كريدت يعني. اكيد ترى على فكره مش اي شيف يضبط لك هي ميديوم وميديوم ويل. صح. يعني لازم يكون فعلا شيف محترم. طبعا انا محترف، طبعا انا حشيل كل الفات اللي هو موجود في اللحمه علشان ان احنا ناكل السلطه بدون اضافه اي دهون عليها. صحيح. صحيح. ومنها نفس الشيء ما تعطيكي طعم زنخه في نفس السلطه نفسها. فحنحطها بطريقه مطاوله بالسلطه كده. شيف عمار ايش رايك على انها تكون ممتازة. زينه على السلطه ممتازه بالطريقه هذه.